في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، حيث تم توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على قاطين المناطق الأولى بالرعاية بهذه المحافظات بخاصة المرأة المعيلة. المبادرات بتيجي باستمرار عندنا وهي موفرة لنا حاجات كتيرة، وكل سنة وانتم طيبين، ونشكر سيادة الرئيس إنه فاكرنا دايما في المواسم الحلوة. ولم يقتصر توزيع المساعدات على الأماكن التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين، إنما تمتد إلى مقار إقامتهم وأماكن عملهم، حيث حرصت الوزارة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها على مستوى الجمهورية. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه فاكرنا في حاجة زي كده ومش ناسينا. أحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقف جنبينا وفكرنا دايما في كل حاجة وفي كل خير. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل لنا إنجازات في الصوامع وعمل لنا تكاسي في الطرع، كان كل شوية ننزل نبحث ونطلع، لكن دلوقتي الإنجازات ما شاء الله التكاسي حلوة. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد. من محافظة إلى أخرى انتقلت مأموريات وزارة الداخلية، ووسط إشادة كبيرة من المواطنين تم توزيع المساعدات العينية عليهم في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي. كل سنة هو طيب وانت عليه بخير ويزيدوا من نعيم الله. أنا بحب أشكر وزارة الداخلية على انهم وزعوا علينا الكراتين، وربنا يخلي لينا يا رب ما يحرمنا من أبد. الله يخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بينا ومراعينا. كل سنة وحضرتك طيب وربنا يخلينا الرئيس يا رب. أنا مبسوطة إن سيادة الرئيس فاكرنا وجاي لنا لحد الأراضي الزراعية ومدينا مبادرة كلنا واحد، ويا رب دايما يبقى فاكرنا على طول. لا شك أن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل نجاحاتها في التخفيف عن كاهل المواطنين من منطلق الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة الداخلية، والذي يأتي في مقدمة أولوياتها. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد، والقلب ما يريد وإحنا بنحب مصر، هنا مصر العزيزة إيد. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما سيبناش في المبادرات في أي وقت وفي أي مناسبة، على طول جايين لمحافظة السويس. وكل سنة هو طيب وكل سنة والناس كلها طيبة يا رب. وتأتي هذه المساعدات إسهاما من وزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية في المناطق الأولى بالرعاية، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. نشكر
السيد الرئيس اللي هو جاب لنا كارتينه رمضان، وكل سنه وهو طيب. كتر الف خيرهم انهم واقفين جنبينا ومفكرنا على طول على طول على طول. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عقبال كل سنه ورمضان يبقى مبروك عليه ويفتكر الغلابه. ربنا يخلينا الريس ويطول لنا في عمره. لما قرب وبعيد شعب الايد ما نحرمش منك يا رب، وبارك لنا فيه ويديله الصحه. هنا مصر حضرتك طيبه. هرمش من الرئيس وربنا يخليكوا لنا يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب كده يقويه ويعينه ويجعله فخر مصر كلها. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف. فلوس الرئيس الجمهورية بتاعنا، وربنا يخليه لنا. وتحيا مصر، وربنا يخليه. بالمبادرة دي دايما على طول يفرح بيها الغلابة كله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا رئيس الجمهورية. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بشعبها وأهلها.